لو انت من كنت من محبين جمال الطبيعة يعني كنت لو انت كنت من محبين جمال الطبيعة لا مش لو انت واحد من هواة الخروج والفسح والحدائق العامة فالفيديو ده ليك. اتفضل استاذ محمد. لو انت من هواة الخضرة والكهوف وجمال الطبيعة الفيديو ده برضو ليك. يعني من الاخر ما تجيش الحديقة عشان ما توجعش قلبي. هتتفرج لو انت واحد بتحب الخروج والفسح والحدائق العامة فالفيديو ده ليك. لو انت واحد من الناس اللي بتحب الكهوف والمغامرة فالفيديو ده ليك. يا جماعة انا هنا من داخل الكهوف حديقة الاسماك. من اجمل الحاجات اللي هتلاقيها في حديقة الاسماك هي الكهوف.